خلينا نتكلم عن الفرقه اللي احنا لعبناها، يعني برضو الناس عايزه تعرف بطوله العالم كنا فين في المجموعه وقابلنا مين، طلعنا عشان مشوار. الناس تقول لك ما هو خدوا رابع عالم، ما اكيد كانت سكتهم مليئه بالورد زي ما بيقولوا. لا كلمني بقى من اول ما سافرنا لعبنا مين لغايه ما وصلنا قبل النهائي. طيب انا بس هستاذن حضرتك ابتدي من حيث ما انتهينا البطوله، يعني يمكن انا الفتره كانت قصيره جدا، يعني بنتهز الفرصه بشكر كل لاعبي منتخب مصر اللي كانوا معانا في المعسكر، بقول لهم كنتوا رجاله والحمد لله كنا قد المسؤوليه. بشكر الجهاز الفني واشكر الاتحاد. صحيح واجهتنا بعض الصعوبات ودي طبعا مش هنركن، اكيد اثرت علينا نفسيا شويه، بس يعني الحمد لله رب العالمين قدرنا نلم نفسنا في الشهر دوت. هو ما كانش طبعا هو غير كافي بالمره، بس الحمد لله رب العالمين. رحنا هناك طبعا ماتشات احتكاكيه، يمكن الجهاز الفني الحمد لله وفر لنا ماتشين قبل البطوله. لعبناهم ماتشين ودين، وده الحمد لله. مع مين لعبتوا؟ مين لعبنا كندا ده وكرواتيا. فالحمد لله رب العالمين الماتشين خلصوا كمان 3-0 يعني. فاحنا ده يعتبر كان بالنسبه لنا ده يعتبر كان الماتشات الوديه اللي احنا عملناها قبل واللي هي كانت هناك. ما هو الظروف ما كانتش متاحه غير ان احنا نروح بدري يومين ونعمل ماتشين ثلاثه هناك، وهو ده اللي احنا في ماتش كمان في يوم لعبنا ماتشين في يوم عشان خاطر الوقت كان قصير بالنسبه لنا يعني. نعم. فده طبعا الحمد لله بصراحه كلهم كانوا رجاله جدا وتحملنا الحمد لله رب العالمين الصعوبات اللي احنا واجهناها طبعا فتره قصيره في المعسكر. مجموعتكم كانت مين يا كابتن؟ احنا كان معانا رواندا وكان معانا هولندا وكان معانا اتش فكرني اوكرانيا. وتاهلنا اول مجموعه الحمد لله رب العالمين. احنا تاهلنا اول مجموعه ومفيش غير واتخذ مننا شوط واحد بس. مين اللي خد منكم شوط؟ اوكرانيا. طبعا رغم الظروف اللي عندها برضه يعتبر رغم الظروف اللي عندهم هم 3 من 3 وتاهلنا اول مجموعه فالحمد لله رب العالمين. قابلنا كندا طبعا في دور ال 16 برضه ربنا كرمنا وفزنا الحمد لله. هي المفاجاه طبعا احنا اصلا طريقنا كان ماشي بعيد خالص عن المانيا وقعدنا في دور الكلام. هي المفروض احنا بعيد خالص عن المانيا بس طبعا مش عايز اقول بقى لظروف ما فوجئنا ان الصبح ان الجدول اتغير والقرعه اتغيرت ان احنا يا جماعه بعد ما كنا هنقابل كازاخستان هنقابل المانيا في دور الثمانيه. الله. طبعا حصل اعتراضات وحصل مشاكل بس طبعا الاتحاد الدولي ما ولا سمع لحاجه ولا لحيت المنتو نادي. كان الحال قابلنا المانيا نكسر. قابلنا المانيا طبعا قابلنا المانيا في ماتش يعتبر هو بالنسبه لنا احنا كان نهائي مبكر لان المانيا من يعتبر من عمالقه الكره الطايره يعني. على مستوى العالم ما شاء الله. دكتور عادل بيقول ان كنا عايزين معسكر في المانيا فانا فهمت على طول المانيا المانيا دي فرقه او يعني هي ليها تكنيك معين في المانيا ما شاء الله طبعا مصنفه دوليا تاخد دعم قوي جدا يعني هم الله اكبر فرقه متكامله جدا دعم هيستيري ومنتخب قوي جدا. فيمكن احنا قابلناها كمان في ظروف صعبه بالنسبه لنا احنا يمكن سافرنا طبعا الفريق عندنا ما كانش متكامل بعض العناصر سافرتوا ناقصين؟ كان في 2 لاعب عندنا كده لظروف ما يعني اتاخروا ما حصلش نصيب فطبعا كون ان احنا نلعب في ظل الظروف يعني ما جوش ولا اتاخروا؟ لا ما جوش لو هم ما جوش المعسكر يعني كان عندهم ظروف ما كده فما حصلش نصيب ان هم يتاخروا. طب كنتوا بتلعبوا المفروض اللي بتسجل 12 لاعب كنتوا بتلعبوا 12 لاعب؟ بنلعب 12 الحمد لله رب العالمين. اللي جاي اللي كانوا معاكم مش كاملين؟ ما اللي احنا سافرنا 12 بس كان في 2 من الارض مش موجودين لظروف يعني حصلت كده ظروف شخصيه بس يمكن دي كانت يعني دي يعني كنت شايف ان هي كانت ايجابيه لينا الحمد لله رب العالمين ان احنا يا جماعه احنا رجاله تحت اي ظرف من الظروف ويمكن دي كانت فرصه للجهاز الفني ولينا الحمد لله ان يطلع ناس جديده زي زكريا كابتن محمد كان بيقول لسه كابتن محمد يمكن احنا عندنا ما شاء الله احمد زكري وعمل حاجات كده فاحنا ناشئ في وسطينا كابتن محمد الصوره دي معلش انا عايز اعلق على الصوره دي يا كابتن الصوره دي كان مين بقى اللي طاير؟ ما هو ده زكريا لسه ده زكريا ده احنا قلنا دي صوره بص الصوره هي يا جماعه ده زيكو دي احنا قلنا صوره البطوله يعني بص استغربوا خالص يعني ده الطيران ده يعني ولا كان بيحاول يجيب كوره تاتش كوره كانت تاتش كانت ده زكريا كان من احد اللعيبه الجداد يعني ده الجداد اللي ان شاء الله هيكون لهم مستقبل باذن الله رب العالمين يعني العزيمه والاصرار انه يبقى راجع بظهره كده وناطط بالشكل ده لا وطاير في الهواء الحقيقه معلش اتفضل يا كابتن الصوره دي بالذات نزلت على موقع البارافولي او الاتحاد الدولي للكره الطايره وكان عليها تعليقات جد كثيره جدا ايجابيه طبعا وايجابيه طبعا لصالح فريق مصر يعني او المحاوله اللي عملها زكريا دي من المحاولات النادره اللي بتحصل في اثناء المباريات يعني ما شاء الله لا حاجه عظيمه شوف تعبيرات هشام
هو باصص له باصص له شوف في اصرار يعني شوف باصص له يعني مبهور بالمبهور ده ماتش هولندا هولندا ده هولندا مبهور بالحركه اللاعب ده هو ايراني بس محترف يعني لا لا بص في الوشوش كلها ده طبعا موسى ده طبعا بسم الله ما شاء الله كلها بس ده انا لا اللي جنبك انت ده ولا ده كابتن احمد خميس طبعا ميسو جنبك لا ما شاء الله احنا يمكن الظروف اللي احنا مرينا بيها كانت كفيله ان احنا الحمد لله نبقى متماسكين يعني. طب ماتش المانيا بقى ماتش المانيا ارجع له سيبوا الصور يا جماعه احنا بنتكلم برده خلي يعني الساده المشاهدين يشوفوا قد ايه الاصرار مطوع ابو الخير طبعا كابتن مطوع ملقب في الشيخ يعني الصور دي قد ايه يعني تبين اصرار. طب ده ماتش ايه؟ بوسنا ده اللي قبل النهائي ده قبل النهائي قبل النهائي صحبه الارض والجمهور طب كابتن سيد اتفضل يعني ماتش المانيا بقى ماتش المانيا بصراحه لما القرعه طبعا اتغيرت اكيد طبعا احنا كنا قلقانين مش يمكن القلق ده كان مدينا برضو يعني كده ده حافز في حاجه مش مظبوطه خليكم تقولوا في حاجه هتحصل فعلا معنا القرعه معموله احنا قبل ما نمشي من هنا احنا للتصرف وقدمنا اعتراض فعلا زي ما السيد بيقول احنا قبل ما نمشي من هنا طبعا القرعه معروفه والمجموعات ودور الثمانيه وكل حاجه عارفين هتلعبوا مين فوجئنا بقى ان الموضوع حصل تعديل طبعا بس هو سبحان الله يعني دي كانت دفعه لينا جدا عملنا اجتماع بالكابتن محمد رؤوف والكابتن بشير والدكتور عادل والدكتور سامح وكل عملنا اجتماع وطبعا الدكتور وجيه طبعا وجيه حمدي طبعا ربنا يديله الصحه يعني عملنا اجتماع يا جماعه اتكلمنا طبعا كلنا مع بعض ويا جماعه احنا يمكن تكون دي دفعه لينا ان شاء الله رب العالمين ومش عايزين نحبط نفكر في اي حاجه خالص احنا 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 قدامنا هدف لازم ندخل مربع ونكسب تحت اي ظروف تحت اي حال من الظروف لان طبعا الحمد لله رب العالمين دخول المنتخب مصر مربع ده هيفرق معانا في التصنيف الدولي ان شاء الله في باريس 2024 الله ينور عليك وفي مجموعتك في مجموعه هنحط على راس مجموعه فده كان هيفرق معانا جدا ده بالنسبه لنا كان الهدف كان الهدف رقم واحد انا ادخل مربع الله ينور عليك ربنا كرمنا طبعا والفرقه الله اكبر يعني ربنا يحميهم كلهم كانوا رجاله في ماتش المانيا كسبنا الشوط الاولاني الشوط الثاني طبعا يعني المانيا فاقت شويه تعادلنا 1-1 الثالث والرابع الحمد لله يعني اخذناه باكتساح طبعا وان سايد جيم بلا منازع